السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم. نتف الاهالي للفروخ او نزع الريش من على جسم الفروخ الصغيرة عنوة بالغصب، يعني غصبا عن الطيور بينتفوا الريش. ليه الحركة دي؟ وكمان ان الطيور الكبيرة الاب والام ينتفوا الريش بتاع بعض، ايه الاسباب بتاع المشكلة ديت وايه الحل بتاعها؟ ده هيكون موضوعنا ان شاء الله اللي هنتكلم عنه النهاردة. ولكن في البداية بذكرك لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتنا، ما تنساش تدينا لايك على الفيديو عشان تشجعنا وننزل فيديوهات باستمرار، واشترك في القناة من الزر الاحمر اللي موجود تحت. يلا بدنا نبدأ على بركة الله. اول حاجة عاوز اشكر بس اختنا اسراء اللي صورت لنا الفيديو الجميل دوت او المقاطع الجميلة دي اللي تبين لنا العصفور والمشكلة اللي موجود فيه. هي كلمتني وقالت لي ان في عندها مشكلة في الطيور، هي طبعا واخدة مني شارية مني طيور، وده العش الثالث ينتجه عندها، واتفاجئت المرة دي ان الطيور نتفت او ملحت من الفروخ، رغم ان هما ما كانوش بيعملوا كده في البداية، وهي كانت واخدة الطيور مني شبابات كبروا عندها وانتجهم وبقوا زي الفل ما شاء الله، وخدت منهم انتاج بطن والتانية. البطن التالتة بقى حصل عندها المشكلة دي. طيب تتصرف ازاي انت لو حصل معاك الموقف ده، وايه اصلا سبب المشكلة دي؟ ده اللي هقولك عليه بالتفصيل. اول حاجة، انت اول ما تلاقي الاهالي تعمل كده مع فرخ من الفروخ عندك، لازم على طول تشيل الفرخ ده، يا اما تحطه في الحضانة الخارجية المرفقة بالقفص، يعني الاقفاص الجديده اللي بنربي فيها دلوقتي ما عادش زي الاقفاص اللي قدامنا دي، ده القفص بتاع الاب والام اللي موجود اللي متعلق على الحيطه ده اللي هي مقربه عليه، ما عادش بقى حد بيحط الاقفاص دي دلوقتي كحاجه بقى ادفانسد شويه، يعني كحاجه حديثه. الاقفاص بقى بيكون فيها حضانات منها فيها، وانت بتركب الحضانه او بتلغي الحاجز حسب رغبتك. فالمفروض انت اول ما تلاقي حاجه زي كده تحط على طول الزغلول في الحضانه. طيب لو ما عندكش بتحطه في الشياله الخارجيه. طبعا لو العصفور بتاعك حاجه زي الكوكتيل وحجمه كبير والشيالات اللي عندك صغيره، ففي الحاله دي انك بتنقل الزغلول لمكان تاني مستقل، وتهتم انت بالتغذيه بتاعته لحد ما يتم فطامه على خير باذن الله، وتبعده عن الاهالي خالص. طيب هو ايه اللي يخلي اصلا العصفور يعمل كده، وايه المشكله الاساسيه؟ قبل ما اقول لك على الموضوع دوت، عاوزين بس كده ناخد نبذه كده او نقول شويه ملحوظات على القفص اللي قدامنا دوت. في شويه حاجات جميله في القفص، وفي شويه حاجات مش كويسه مش عجباني، فلازم نعرف الاثنين. الحاجة الجميلة طبعا ان الاكالة حجمها كبير، وان في محار متركب، وان في طوب للتحديق، والمية موجودة متوفرة في مسقة قدام العصفور، والعش بتاعنا هو كويس وحجمه معقول بالنسبة للكوكتيل. طيب الحاجة بقى اللي مش عجباني او الحاجة اللي مش صح المفروض انها تتحط، رقم واحد طبعا الوقافة البلاستيك اللي فوق اللي جاية مع القفص دي المفروض تتلغى وتحط مكانها وقافة خشب طبيعي، وبدل ما هي محطوطة بالمنظر دوت كده رأسي، لا المفروض تكون افقي من قدام المكسم بتاع البياضة لحد الناحية التانية. ده رقم واحد. رقم اتنين، الأكالة بتاعة الحبوب اللي موجودة اللي قدامنا جميلة وزي الفل وممتازة، ولكن المسقة وضعها بعيد عن الأكالة، فالعصفور لما يجي يشرب كده مش هيعرف يشرب. هنرجع بس للقطة بتاعتنا تانية، هنتكلم تاني على الملاحظات. ايوه زي الفل، الكاميرا جت اهي. قالب بقى الطوب اللي محطوط بغرض التحديق، هو اصلا الطير بما ان هو لامس الحيطة فمش محتاج قلب الطوب ده، لان زي ما احنا شايفين كده العصفور هيقعد ياكل من التقشير بتاع الجدار بتاع الحيطه. تمام، فقلب الطوب اللي محطوط دوت، يعني المفروض لو هنحط قلب طوب بنحط قلب طوب اللي هو المخصص للتحديق، لو ما عرفناش نجيبه في الحاله دي بنحط قلب طوب احمر. قلب الطوب اللي قدامنا ده يكفي اربع ازواج، يعني المفروض قلب الطوب دوت يصغر عن كده خالص، لان كده عامل حمل كبير على القفص بدون داعي. الملحوظه اللي بعد كده، المسقه الراسيه اللي موجوده دي ما هياش جيده، لان الغسيل بتاعها بيكون صعب وبتتراكم فيها البكتيريا والطفيليات عند المزانق والثنايا اللي موجوده عند مكان الشرب، فالمفروض ما تتحطش في المكان ده. جميل. طيب دي الملاحظات اللي فيها. في حاجه كمان ومعلش اسف لو طولت عليكم، المفروض الدرج ما يكونش لازق كده في الارضيه، كده العصفور يقدر ياكل من فضلاته وياكل اي اكل وقع في الارضيه، وبالتالي تجيله امراض معويه كتير احنا في غنى عنها. طيب نعمل ايه؟ نبعده زي ما قلنا قبل كده ازاي، فكره السلك الخارجي اللي اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو هنا على القناه. طيب في حاجه بقى اخيره، الستاره اللي موجوده اللي مضلله على الطيور دي جميله وزي الفل، بس عيبها ان الهواء باستمرار عمال بيخليها بتتحرك فتعمل فزع للطير باستمرار. ممكن يكون الطير شغال ومنتج وزي الفل، ولكن انك لما تكون حاطط له حاجه تفزعه كده وحاجه عماله بتعمل صوت باستمرار، لو لغيتها هيكون افضل بالنسبه لك. طيب تعال نرجع بقى ايه لاصلنا او اصل الموضوع بتاعنا وحل المشكله بتاعتنا. ده كان اول فيديو هي بعتته لي، وانا قلت لها صوري لي بالعرض عشان يكون الموضوع اوضح.
احنا ملاحظين هوت ان الاهالي نتفت الريش بتاع الظهر كله ونتفت الريش بتاع البطن والتاج. طب اشمعنى الاماكن دي بالذات؟ لان الاماكن ديت اللي بيكون فيها الريش حجمه صغير وسهل ان الاهالي تنتفه، اما الريش اللي موجود على الكتاف بيكون ريش قوي جدا وملتحم بالجسم بتاع العصفور بصورة قوية، فالعصفور لما بيحاول ينتف الريشة ما بيعرفش. فمش معنى ان هو متشالوش ان العصفور محاولش ان هو ينتفهم، لا هو حاول بس ما قدرش. من كتر النتف بقى بعدها بيومين ثلاثة بدأ يظهر تورم على الجناح. الصفار اللي انتوا شايفينه ده، بصوا مفيش حاجة تحت الجناح ولكن من فوق. اشمعنى الموضوع ده حصل؟ ده بسبب ان في بكتيريا وطفيليات اتكونت على الجناح. طيب الحل ايه والعلاج ايه؟ نجيب مرهم بشري لعلاج الفطريات ونعمل مس على الجناح بتاع العصفور مرة كل يوم لمدة 5 أيام متتاليين، ومية الشرب يتحط فيها مضاد حيوي يكون واسع المجال لمدة 5 أيام كمان، وبعد كده ندي 5 أيام فيتامين أو رافع مناعة. طيب ليه؟ عشان نخلي العصفور يرجع يبقى عنده حيوية تاني ويرجع يستعيد الحيوية والنشاط بتاعه. طيب نعمل ايه مع الزغلول ده؟ طبعا ناكله يدوي لحد الختام خلاص، ما نرجعوش للاهالي تاني. طيب الاهالي نعمل نعالجها ازاي؟ او هي اصلا عملت كده ليه؟ هي عملت كده بسبب اكتر من كذا حاجه. الحاجه الاولانيه ان الاهالي بتنتف الزغلول عشان تخليه يخرج بره العش وعاوزه تخش في دوره انتاج جديده، فالزغلول طبعا ما هوش عارف يطلع وخايف يطلع فلما بيستجيبش للخروج، فتبدا الانثى او الذكر ينتفوا الريش من على جسمه فبيتذوقوا طعم الدم، فطعم الدم اللي موجود في الريش او اللعب اللي هم بيلعبوه جاب لهم الريشه في بقهم فجابت الدم في بقهم، فهم عجبهم طعم الحدوئيه بتاعت الدم فيقوموا مكررين الموضوع مره ورا التانيه. الهوا طبعا ما بياخدش باله، فالموضوع يصبح عند الطير عاده، وممكن يوصل لبعد كده ان هو يبدا يفترس الزغلول وياكل اجزاء من جسمه وهو حي. ده سبب. السبب الثاني ان الاهالي عندها نقص في الاملاح او في الكالسيوم. طيب العلاج بتاعها ايه؟ ان احنا ما نشغلش الطير ورا بعض كذا عش ورا بعض، لا ممكن نشغل عشين ولما يجي علينا موسم الحر نفصل نريح شهر او شهر ونص. طيب العصفور انهك وبدا يظهر عليه علامات الاعياء، خلاص يبقى نريحه شهرين ثلاثه لحد ما الجو يتحسن ودرجه الحراره تكون جيده. طب جميل زي الفل. طيب ايه السبب اللي بعد كده؟ السبب الثالث ان الاهالي بدات تغير من الفروخ. الام والاب بيعرفوا الفرخ دوت الجنس بتاعه ايه، ذكر او انثى، من وهو صغير، وبيقدروا كمان يحسوا بالزغلول ان هو عايش ولا ميت حتى وهو جوه البيضه، لذلك هتلاقي بعض الطيور ترمي البيضه وهي لسه صغيره. طيب ايه السبب؟ الغيره زي ما قلت لكم من الزغلول هي اللي بتخليهم يعملوا كده. طيب انا اتصرف ازاي مع الزغلول ده حاليا ولا اعمل ايه معاه؟ خلاص احنا قلنا هنعزله. الاهالي بقى اللي هنشتغل معاها، رقم واحد هندي للاهالي كورس كالسيوم 5 أيام، وبعد كده نريح 3 أيام، وبعد كده 5 أيام أملاح معدنية، وبعد كده نريح 3 أيام، وبعد كده 5 أيام فيتامينات تكون متنوعة. طبعا يفضل إنك تستخدم منتجات تكون مستوردة. وبعد ما تريح، بعد ما تدي الكورس دوت كله على بعضه كده 5 5 5 كده 15 في النص راحة ما بينهم، بعد ما تخلص الكورس دوت بإذن الله واستخدامك للمكملات الغذائية المستوردة هتلاقي النتيجة جيدة جدا. هتيجي تشغل بعد كده بإذن الله هتلاقي الموضوع ده اختفى من عند الطيور. يفضل كمان انك تريح الطير لحد شهر ونص وبعد كده ترجع تركب لهم العش تاني. يعني دلوقتي حالا نشيل العش من عند الاهالي ونريحهم ونديهم المكمل الغذائي بتاعنا وبعد كده نركب العش تاني. ده كده العلاج بتاعنا او ده كده السبب والعلاج بتاع الزغلول زي ما قلنا. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش بقى تدعمنا باللايك على الفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اسيبك على خير في رعاية الله.